نتكلم أهمية العدل بين الأولاد. 6 حاجات على فكرة، 6 حاجات، وخلوا بالكم منها واكتبوا ورايا، وخلي الحلقة دي كلها أنا عايزاكم تكتبوا وتراجعوا الحلقة دي تاني وتعيدوها مرة واثنين وثلاثة. العدل احفظوا يا كل أب بيسمعني بقى ويا كل أم، العدل بين الأولاد أعظم أسباب الإعانة على البر. عايزهم يبروك اعدل، اللي عايز أولاده يبروه اعدل ما بينه. أجمع العلماء إن العقوق أكبر نتائجه أو هو نتيجة للتفرقة والتمييز بين الأولاد، أو فضلت حد عن حد. هو اللي بيتعب لو الأب تعب له، مين اللي بيشيل ومين اللي يروح؟ البنت. حتى لو جت تعيط لزوجها تقول أروح لأبي. تاني حاجة، إن العدل بين الأبناء بيلغي مظاهر الانحراف. يعني إيه؟ ما بقاش عندي انحراف في السلوك أو نفسية كرهة أو حقدة، لا لا لا، مفيش حسد، مفيش كراهية، مفيش خوف، مفيش انطواء، مفيش تقعد تعيط بالليل، مفيش تستنى كلمة حنان حتى لو من حب حرام بره، لا، مفيش مشاجرة ولا عصيان ودايما واقفين لبعض على الوحدة، لا، مفيش شعور بالنقص عند البنت إن أنا في حاجة غلط أو أنا عشان بنت فأنا وضعي كده، لا، إن أنا مميزي وعدل بحمي أولادي. تالت نقطة، العدل بين الأولاد بيلغي المقارنة، إن كل واحد جاي أنت شكلك إيه؟ أنت مش عارفة إيه؟ ويلغي طبعاً شعور الغيرة والبغضاء اللي بيبقى، فيجبروا على إيه؟ على الحب. ما هو مفيش مقارنة، أنا مش شايف في مقارنة بيني وما بينك، فيجبروا على الحب، وإن كل واحد عنده قبول للآخر، ويبقى في تغاضي أصلاً عن أي صفات نقص في نفسهم ولا ليه؟ أو ليه؟ أصل إحنا في ما بيننا حب. رابع حاجة، العدل بين الأولاد بيخلي فيه راحة في القلب عند الوالدين، فيبقى عندهم راحة في الضمير، أنا مش مفرق حد عن حد. ده لو هم أصلا فهموا نقطة زي دي، سواء من أمور مادية ولا معنوية ولا عاطفية، لا، هم الوالدين ذات نفسيهم عاملين حق ربنا، فيجي إيه؟ ولد صالح هيحصل إيه؟ يدعو له. خامس حاجة، العدل بيربي الأولاد على المسؤولية. أنا مسؤول، أنا عندي مهام، أنا في عندي توزيع المهام، ما بقاش على حد شايل حاجة والتاني مش شايل، لا، عنده حق التعبير، مرتاح بيتكلم، عنده أسس للثواب والعقاب، وكل أسرة فعلاً متماسكة عندها أدي اللي لك وأدي اللي عليك وأدي دورك وأدي دور أختك وأدي كذا، ما بقاش حد داخل عن حد. آخر حاجة، العدل بين الولد والبنت بيعمل إيه؟ لما نيجي نجنب التمييز ما بينهم، ما بين الذكر والأنثى، بيخلي البنت يعلى عندها مفهوم وقيمة الحرية والعدل. أنا عندي حقوق، حق تعليم، إن أنا حق ممارسة الحياة ضمن طبعا الضوابط الشرعية، بتحب إخواتها وأبوها وأمها وزوجها، فتنشر أولادها بعد كده في المستقبل، فتنشر الحب ده. نحقق العدل إزاي؟ في عجالة كده بسرعة بسرعة، أحقق العدل بين الأولاد إن أنا أعرف الأول إن الله سبحانه وتعالى حس عليه. لما أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قال كده، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أعمل إيه؟ خطوات 7، معرفش الوقت هيكفي ولا لأ، أنا أخدهم. أوزع الحب والاهتمام، أوزع كده، أقول الكلام ما بيني كده، وأخليهم هم يشعروا إن في حب واهتمام ما بينهم. المريض ياخد حقه أكتر، وهم يبقوا عارفين كده، هيقدروا لأنه تعبان، ويقول الأب والأم إحنا بنحبكوا كلكم وبنهتم بيكوا كلكم، لكن أخوكوا واختكوا ده محتاج إن هو بس إيه شوية اهتمام، لأنه محتاج دعم أو محتاج يوجه أو زيادة رعاية عشان في حالة نفسية أو مرضية معينة. الأحوال العادية بتبقى مساواة، مساواة في الحب، في الحضن، في القبولات، في الكلمات الطيبة، فيبقى يحصل عندهم ايه؟ احنا كلنا مع بعض نفس حاجه، مفيش حد اكتر من حد، مش زي بقى اللي حصل مع اخوات يوسف، لا، يبقى في ما بيننا عدل. النقطه رقم 2، ان احنا نتجنب التوبيخ دايما والعقاب، او ان انا اذكر الحسنات بشكل صغير وبعدين اذكر السيئات بطريقه كبيره جدا، ده برضو مش صح. من ضمن الحاجات اللي تساعدني ان انا احقق العدل ان انا احط قواعد بيصير عليها، اسمها قوانين البيت. قوانين البيت ورقة مكتوبة كده، كل نجمع كل أفراد الأسرة، وإنت عليك، إنت عليك، إنت دورك، وبعدين أقلب الأسابيع، إنت خدت الأسبوع ده العمل ده، فالأسبوع التاني يبقى ده، وكله يمرر
على على الأمر ده، نتجمع في المناسبات، نتجمع كل أسبوع، نعمل جلسة العيلة. المهم يبقى فيه تكاليف وفيه نوع من أنواع القوانين اللي محطوطة، والكل يشترك، الكل يشترك. أنا عايزة أقول في النهاية موضوع العدل بين الأولاد، وإن أنا ما قارنش ما بينهم، وإن أنا ما انتقدهمش، وإن أنا أتعامل مع البنت المعاملة الطيبة الجميلة اللي تشجعها. ليه؟ عشان لما البنت تمتلئ بالحب ومفهوم العدل ومفهوم الحرية، هتنشر ده على كل اللي حواليها من رجال ونساء. وأقول للبنات ما تزعليش، وأقول للبنات اللي عندهم المشكلة زي صاحبة المشكلة في البداية، كلمي أهلك، انصحيهم، قولي لهم، ويقول لأب وأم سمعوا، تقبلوا من أولادكم، اسمعوهم، شوفوا رأيهم. ولو سمعتوا حلقتنا النهاردة نفذوا اللي فيها. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.